كل التحيات والأشواق لكل الأصدقاء اللي عم بتابعونا بلبنان بكل المناطق والأقضية، وطبعا التحية للأصدقاء اللي عم بيشوفونا خارج البلاد عبر فضائية تلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيكم بحلقة مفترض ما تكون كلها نق، لأنه وقت اللي بنقول مشاكل وحلول بيقولوا كتير المشاكل نسبة الحلول أقل. بدنا نكون جدا متفائلين، ما نقول كل بوابة تسكرت بوجهنا مهما كانت المصاعب كبيرة، لابد وأن الشمس تشرق، أي شمس الحلول. مع ضيفتنا لليوم المحامية مايا إجعار برذويل، المستشارة القانونية لاتحاد اللجان الهيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة. بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك، اسم الله أشغال وألقاب كثيرة وتكلفات أكثر، أهلا وسهلا فيك. بشكرك أستاذ الأولى. أستاذ زين، إحنا اليوم بدنا نحكي عن شغلة كثير مهمة. حتى امبارح سيدنا البطرك بخطابه كان عم بيطالب الدولة بكلمته بالقداس، كان عم يطالب الدولة وعم يحكي على القانون 46 والعودة لهذا القانون ولمستجدات كل الأمور. بنقول في ناس عم بتطالب المدارس، الأهل، البعض بيقول الأهل ضعاف، لازم يعملوا لجان، لازم يعملوا جمعيات، روابط. بنروح لمحل بيقول وزارة الداخلية اليوم معرقلة، ما عم تعطي. قديش دقيق هذا التوصيف؟ هل صحيح وزارة الداخلية والبلديات هي عم بتعرقل أي طلب لإنشاء اتحاد؟ هو يلي عم بيصير فعليا أنه في أجواء بتقييد مساحة الحريات العامة بلبنان. يعني مناخ الحريات يلي ميز لبنان عبر التاريخ عم نحس أنه مهدد في بعض المجالات. اليوم عند تأسيس جمعية عم بيتم استدعاء الأعضاء المؤسسين، نعم، إلى التحقيق. ليه؟ بالمخفر. عادة كان يصير هيك؟ لا، ما كان يصير، بينزلوا على التحقيق يعني لا أخذ إفادة. بركي هيدا عم بيطبقوا يمكن التعميم الصادر عن وزارة الداخلية بال 2018، تعميم 24. إيه؟ على مين؟ لا، هو لطالما كانت الوزارة ونحن مع هذا الموضوع أنه يتحققوا من الجمعية شو هي، هل هي جمعية أشرار، هل هي في شيء مخالف للنظام العام للأدب العام، والأعضاء كمان يندرسوا من أنه بركي في شيء حدا عليه نقطة سوداء أما شيء. وهذا لطالما كان يصير حتى الجمعيات لا تتوخى الربح. نعم، هن الجمعيات أصلا كلهم لا يتوخوا الربح. لا، يلي كان يصير هيدا كان يصير، والأمن العام بيعمل هيدا التحقيق، بس انه يتم استدعاء العالم على المخفر هيدا الشيء الجديد. يعني هن لازم يتحروا بس مش يبعثوا العالم، يعني غير مكترسين بهن شو عم بي انه واحد ينضع على المخفر ما لنا شغله. يعني شيء ما لنا معودين عليه وشيء غير صحي. واكثر من هيك تنفوت بلب موضوعنا، هناك عدد من اتحادات لجان الأهل يلي هن كل اتحاد بيمثل عدد من لجان الأهل بالمدارس، تقدموا إلى وزارة الداخلية بطلبات لأخذ العلم والخبر. بركي هون بيقولوا حتى ما تصير مناطقية الاتحادات. لا، العكس تمام. كل هذه الاتحادات ما سلكت طريقة للنفاذ، هي واقفة. ويعني في احساس لدى اتحادات الاهل والاهل عامه انه هناك من يقف بوجههم لشل عملهم. في احساس قلتي، ما في شيء ملموس. إيه؟ فينا نبني مواقف على احساسنا. لا، نحن عم نشرح. أيه. شو عم بيصير. أيه. تنقول. أوكي. شو يعني مثل كانه ما بدهم قوه ضغط تجيهم من مكانها، نحن بس عم ننزل وعم نسال، عم بيقولوا لنا روحوا اتفقوا بين بعض انه ما بدنا نعمل عدد من الاتحادات، رغم انه النص واضح وبيقول لك انه كل مجموعه من لجان الاهل فيها تنضوي تحت اتحاد. بس نجي نحكي بهذا الشيء، بقول لها طيب عملوا اتحاد مناطقي. كيف يعني؟ يعني مثلا اتحاد لاب عبده، اتحاد هلا في بيروت، اتحاد مدارس كتير كلها واقف، كمان كل هول الاتحاد ما في، كان غير واحد مؤسس قديما اللي هو مزبوط كسروان اللي يعني هو كان من اكثر من 10 سنين يعني. اما والباقيين كلهم هيك كلهم عم لك واقفين وما عم يسلكوا طريقهم. طب يعني اليوم انت حضرتك مستشاره قانونيه، شو هو دور
القانون اليوم يعني ممكن نتوجه للقضاء لحتى نطلب استعجال؟ رح اقول لك ما نحن هيك طلبنا، قلنا لهم كيف مناطق، نحن اصلا بدنا نطلع من ذهنيه التقوقع والمناطق والكذا، بعدين لجان الاهل بكل لبنان يعني مفروض يكون البيت تبع واحد هو حمايه حقوق الاهل، هن يعني تطوير او توعيه الراي العام والضغط على نعم صانعي القرار وهيدا والاهداف تبعولهم. بقى ما بتحبي تحسي انت لجان الاهل ضعاف ما هيك؟ لازم يكونوا قوية، هن ضعاف هلا مستضعفين يعني بطبيعه الحال. يعني انت شو شايف؟ يعني صار لها سنتين جربوا لجان الاهل يعملوا شيء، كانت الطرق مسدوده، اليوم موعد من وزاره التربيه ما عم ينعطوا. تسمحي لي يعني انا اكون محامي الشيطان واقول انه البعض يتهم لجان الاهالي انه هن على وفاق تام مع المدارس ومتفقين معهم، بنعلي صوتنا هون ونوطي هون، يعني نضع النقاط على الحروف. بس كيف ان شو هن مصلحتهم؟ اتحاد لجان الاهل بيمثل الاهل، يعني ايه هن شو بهمهم؟ شو بهمهم؟ ما يضل على ارتفاع. ما لجان الاهل بيدفعوا اقساط 100% ولا بطبيعه الحال؟ هيدا حق يعني هيدا من الاشياء يلي منا دقيقه. لا اكيد لا، بالعكس هن اول عالم بيركضوا لانه عيب اذا ما دفعوا يعني او اذا تاخروا شوي، بس مش هون الموضوع انه المناطق بيجي بيقول لك القانون ما بيقول هيك ابدا. نقطة تانية، طب روحوا خذوا رأي هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل يلي هي بتعطي رأيها انه هل فيكم ليش موقفين هذه الاتحادات، بيجاوبوك انه هذا موضوع مش مهم تا ناخده على هيئة التشريع. يعني بس فعليا كل الاتحادات واقفة، يعني نحن طب شو الاهل بجامع عندهم يعني شو القوانين مش حامية الاهل كفاية، والجاية هلا انه اذا بدهم يعملوا مجموعة ضغط تقدروا يعملوا شيء، عم بيلاقوا انه وزارة وزارة الداخلية بدل ما تساعد عم بعرقلة، يعني في مشان هيك هيدا اليأس بتلاقي اليوم عم تطلع عم تسمع اصوات لجان اهل. طب اليوم لو سألنا وزيرة الداخلية الحالية انتوا بتبنوا على جوابها استمراريه يعني بالسلوك؟ هلا هي ما عم تجاوبنا، احنا مش في قسم الجمعيات في له مديره وانا بحبها كثير وهي صديقه وانا يعني بكثير ما عم بتجاوب بس مش عم تتجاوب بهال هلا اخر تليفون انا له لأ صديقه ما عم تتجاوب ما عم تتجاوب انه هي عم تقول روحوا اتفقوا، يعني هي من مجاره اتفقوا مع مين؟ اتفقوا بين بعض كاتحادات انه هي ما بدها تعمل كذا اتحاد بيصير فيه رغم انه القانون ما بيقول ليش المصلحه؟ لا ليش المصلحه انه يكونوا كلهم اتحاد يعني اقوى حتى ما يكون اضعف؟ بدك رايي الخاص؟ رايك الخاص انا اكيد اذا كان اتحاد واحد بيكون بيقدر يثبت يعني حاله بالخطه يلي كان عملها وزير التربيه الوزير مروان حميده وقت اللي صار لجنه الطوارئ، كان ضمن الخطه حاطط انه لازم يكون في اتحاد واحد وكذا، بس ما مشت هذا ما انعمل شيء، الخطه كلها بقيت اتحاد بضم كل المدارس. ايه بس القانون ما بيقول هيك ولا ما صار هيدا الشيء نهائيا، وما يعني ما سلكت طريقه للنفاذ، بس اليوم اتحادات لجان الاهل يعني في تفاوت بالافكار، يعني الكل بده انه القصة ما يزيد، بس في منهم كثير واقفين مع المدارس، منهم اكثر واقفين كثير مع الاساتذه، انه في ضياع. ايه يعني صعب انك تقدر تجمعهم كلهم تحت، في ناس عدائيين جدا جدا مع المدرسه، ما فيك تتفق معهم انه انت بالنتيجه حطوا ولادك بمدرسه خاصه، انت مؤمن بالمدرسه الخاصه وبتعليم، ما فيك تجي تقوص وتعمل يعني باشياء غير مقنعه، اوقات بتلاقيها سو مش هالقد هي انه تقدر تعمل اتفاقيه، يعني بس تجي لك اتفقوا بمدرسه بقول لك ما رح ناسس، يعني هيدي بتعني هيك. استاذي بصراحه اليوم هذا الملف هو اصعب من غير ملفات، لانه اليوم حضرتك انت مستشاره قانونيه لعده قطاعات واتحادات، يعني هذا الملف بهذه المرحله بتحسي هو الاصعب. هيدا راوح مكانك مع التحضير راوح مكانك. ايه لانه اليوم الدوله مشغوله، يعني الطبقه السياسيه بسبب خاصه كمان الاوضاع الاقتصاديه اللي كثير صعبه، انه عندهم مواضيع اهم، ما عم تلاقي انه الملف التربوي عم يوصل، يعني نحن اليوم المطلوب هو كيف حطوا مجلس وزراء خطه للكهرباء وهلا هي قيد التنفيذ، كيف هلا بدهم يحطوا خطه شامله للنفايات وتبلش الطبقه، اليوم المطلوب بالحاح انه مجلس الوزراء يحسم امره ويبت الموضوع التربوي، لانه الدوله ما عندها رؤيه اليوم بالملف التربوي، نحن ما بنعرف الدوله شو موقفها من المدارس الخاصه، شو الموقفها من التربيه عامه، هي كيف بدها تساعد
الاهل تيقدروا يتابعوا يعلموا اولادهم بمدارس خاصه. بدي نذكر انه 70% من التلاميذ بالمدارس الخاصه اليوم، يعني هدول كلهم مش لانه هن كثير اغنياء حاطين اولادهم مدارس خاصه، لانه ما في عندك فعلا خيار. يعني المدرسه الرسميه اليوم منا خيار، هيدا عم يضطروا يحطوا بالمدرسه الخاصه، ما عم تعرف تستقطب المدرسه الرسميه، ناقصها كثير اشياء، والدوله ما عم تاخذ الموقف اللازم. بدي اقول انا بمناقشه الموازنه في نايبين تطرقوا للموضوع التربوي، يعني كمان هيدا بتشوف انه ما اخذ الاهميه، كان مفترض نسمعه من اكثر بكثير. رح اقول لك تماما شو قالوا نائب علاء عون، حكي اجى قال هناك مدارس رسميه كلفة التلميذ عم تكون 12,000 دولار، عم لك نايب بمناقشة 12,000 دولار، هيدا المبلغ فيك تعلم فيه 3 أولاد بأرقى وأهم مدارس لبنان مثل مدرسة الجمهور. عم لك نائب علاء عون بسلامي، ايه، وطلب انه وين صار المسح يلي عم ينعمل يلي على أساسه فينا نشوف كيف بدنا نرشد هذه الأموال يلي عم تفوت. اليوم وزارة التربية أكبر يمكن مبلغ من بين الوزارات أو من أكثر، هي بتروح على وزارة التربية، بس ما عم نشوف النتيجة يلي لازم. هيدا كمان النائب سامي جميل حكي انه هناك بعض المدارس الرسمية في 4 يعني استاذ لكل 4 تلاميذ، وهيدا شيء هدر هائل عم بيقول الدولة عم تتحمله، هذا عدا المنح يلي الدولة بتدفعها للموظفين الكبار من دكاترة الجامعة وقضاة وضباط يلي هو هن بيقبضوا كتير وغيرهم ما بيقبض شيء بالمرة، الموظفين القطاع الخاص والمهن الحرة واتسترا أو الموظفين اللي بيقبضوا قلب كتير، يعني في تفاوت كتير كبير. وبيقول انه ليش المدرسة الرسمية ما عم تقدر تجذب، ليش ما عم تقدر برأيك ليش؟ طبعا انت من المدارس الخاصه، ايه، مستشاره قانونيه للمدارس الخاصه بالرسميه، لانه وين اللغات، وين اللابوراتوار، وين القصص التكنيك يلي ما بتشوفها، وين هدول كلهم غايبين بالمدرسه الرسميه. هلا بالرسميه ما في اكيد اتحادات وروابط، في بس فعالة مثلكم، بس ما بعرف كيف امبلا فيه، بس ما عندي فكره كيف بيصير الشغل. انه نحن يعني هلا عم نجرب نضغط، عم نجرب انه نحط هيدا الملف اولويه، خاصه انه في دراسات، يعني انا باكثر من ندوه كنا موجودين فيها، في احد النواب انطوان حبشي عام جايب دراسه كثير مهمه، رغم انه في ناس بيشككوا فيها، بس بتفرجي انه بلبنان اذا بتقسم عدد التلاميذ على عدد الاساتذه ببين بالمدارس الخاصه انه عندك 11 فاصله، يعني لكل 11 تلميذ عندك استاذ. بفنلندا يلي هو من اهم اللي عنده التربوي هيدا 13، يعني نحن بعد اقل فينا نرفعه ل 13، بينقص شوي القصه اعتقد، بس اكثر من هيك بالمدارس الرسميه 7.7. قال بس يعني كل 7 تلاميذ بالمعدل، كل 7 تلاميذ عندهم استاذ، هذا رقم هائل، هذا رقم مش مقبول. بس قال اذا بنرفع السبعه بتصير 11، ما بتصير 13، بتصير مثل بالمدارس الخاصه، بيعمل وفر بيأدي قيمته 2,600,000 تنعطى لكل تلميذ بالمدرسه الخاصه. المخرج عنده سؤال لك، مخرج حنا بويري بنحييه، قال انه ليش نسبة النجاح بالمدارس الرسمية عم بتكون دايما اعلى من نسبة النجاح بالمدارس الخاصة؟ انا معلوماتي انه منا اعلى، منا بس على كل حال مش رح اقول، ما بدي اقول منا صحح لي الاوائل، الاوائل بيطلع من المدارس الرسمية بيدرسوا البرنامج مثل ما هو، بس يعني البروجرام يلي موجه بيكون هو، بس ما بيكون في كثير اشياء بتكون ناقصتهم بغير مجالات. بعدين بالنسبه للمستقبل، بس هيدا منه كثير دقيق، تقول لك في كثير مدارس ما بيقدموا، عم بتشكك يا لا 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 عم تشكك، لا يلي بيقدموا باك فرنسي يلي بيقدموا بيكونوا مقدمين طلبات ترشيح بس ما بيتقدموا بالفصل. احنا كل مدارسنا مثلا هيدا كله ما بيقدموا باك لباني، انا مثلا هلا اولادي ما رح خليهم يقدموا باك لباني، بيقدموا الباك فرنسي. ما في ليش بدي حشو 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 ودرس، انا ما بدك حشو يعني. لا ما بدي حشو، انا بفضل نسبتهم قديش؟ ما بعرف، ما عندي بورسانت، يعني ما بدي اقول شيء، بعرف على طريق ما بدي اعرف. شو هو الحشو المطلوب يعني؟ في يعني بالمنهاج مواد حشو؟ انا ماني مع هذا الحفظ كله. لا مثل شو يعني؟ انا هلا بنت السنه فايته على البريفي، يعني تطلع 3 كتب
التاريخ والجغرافيا والتربة، ما بعرف إذا هالقد لازم، بينما لو بينعطوا دوكيومون هن يناقشون، يعني أنا بالنسبة لي أهم بكتير أحوى كيف عم ينعمل، بس مش هيدا موضوعنا. يعني أنا ما بدي أتطفل على عمل التربة وبيعرفوا أكتر منها، أنا خليني بالشق اللجان الأهل وما بدي يعني أخذ بلا ملحة على الكل. طب هلأ بالقانون يعني خلينا نرجع لأساسنا، قديش فيك تقولي ان يعني حريه الجمعيات في عليها تضييق؟ إيه؟ لحتى نعرف نحن كيف بدنا نتوجه للداخليه. هلا اليوم عندك اصدقاء، ولكن نحن من خلال برنامجنا بدنا اجمعيه رسميه. يا ريت، نحن نتمنى انك تفتح هيدا، لانه مثير التعجب انه ليش بدك تبعت وراهم على المخفر. ما عم بحكي عن اتحادات لجان الاهل، الجمعيات العاده تحققوا وعملوا اللي بدكم اياه، بس مش تبعتوا العالم على المخفر، لانه المخفر عندك رهبه المخفر والنطره، وعندك النشره بيقدروا ينطروك ساعات، تعرف اذا ما جابوا لك النشره ما فيك تظهر. يعني الموضوع مش بمكنني النشره اليوم؟ لا، مفروض هي بمكنني بثانيتين مثل ما حكيت. يعني انت عم تصوب، يعني هيدا المطلوب اليوم، وان شاء الله على مع وزيره الداخليه يلي كثير عم توعدنا باشياء، ونحن انا يعني متامله خير لان حدا فعلا. طيب اليوم برأيك لجان الأهل وقت لحتى يكونوا قبضيات ووقفين على إجريهم وركابهم ماكنة، أول شيء لازم ياخذوا هالعلم والخبر، تحركهم طبعا تحركهم خايفين يكون بوجه هذه المدارس أو ضد مين؟ يعني هي ما لازم، أنا إذا بدك هي ما لازم تكون ضد المدارس، ما هي المدارس يعني الحل هو بس تكون الدولة هي حاسمة أمرها وعارفة شو بدها. اليوم الأساتذة لهم حقوق، يعني ما فيك كمان استاذ مش مرتاح ما بيقدر يعلم وما بيقدر يعطي، واهم شيء عندك بكل بقول لك بدك قضاء مستقل واساتذه مرتاحه وتعليم جيد، هيدا فيك تبني فيه بلد. يعني اليوم انا بس خليني اقول فخامه رئيس الجمهوريه السنه الماضيه مثل هالايام كان بالايويا بالايزاك حكي وقال انه الاستثمار بالتربيه هو اغنى الاستثمارات. حلو. لانه هو وجه له تحيه فخامه الرئيس، من وجه له تحفيز انه هو يؤمن الوطن ثروه ثابته تتزايد سنويا ولا تهزها ازمات. اليوم مطلق ازمه اذا العلم يلي متمكن فيه الشخص لو شو ما صار ازمات بتخطاها، منك مش مثل يعني غير التربيه هي الاساس. ونحن مستوانا اليوم اذا بتقارن الكهرباء الماء كله على الزيرون هيدا، بينما يعني نحن بالاخيرين بالترتيب. اما بالتعليم فنحن متقدمين جدا، هلا ناسي الارقام، بس ليش المدارس الخاصه لها الفضل الكبير بالموضوع. المدارس الخاصه لازم يتحافظ عليها ولازم تقويه المدرسه الرسميه، بس ما في ينترك الملف التعليم الخاص هيك، والاهل يلي هن بحاجه للدعم، يلي حاطين اولادهم بالمدارس الخاصه هن يلي بدهم دعم. استاذي مثل حتى اختم معك اليوم اطلاق هيئه تنسيق لجان الاهل واولياء الامور في طرابلس والشمال، البعض بيقول لي مواجهه ما في ترابط الشمال، هلا صار اسمها هيك هي، لا الا اذا ارتضوا انه يفوتوا بالمناطق. هلا من كم يوم ارتضوا انه يعملوا مناطق، ما بعرف انا معلوماتي كان لحديد من كم يوم اخر تليفون اجريته انه الكل بعده واقف، انه ما حدا عم يقبل مناطق لانه غلط، انه بركي هن اطلقوها وغير مسجله رسميا، يعني ما بعرف لانه في وحده اسمها هيك، بس مش بيروت مش مسجله رسميا. لا مسجل بس ما عم انت هو مسجل طلب العمل ما انت شو بتاسس جمعيه وبتنزل على الوزاره لا اخذ العلم والخبر، هو انت بمجرد ما اسست بالقانون مشهورة الدوله بيقول لك انت مرخص، بس الدولة وزارة الداخلية تعطيك رقم انه وتنشر لك اياها بالجريدة الرسمية. ما في فترة زمنية محددة بالقانون؟ ما في هلا هن حاطينهم على جنب هيك بخزينة كثار، يعني؟ في أربعة خمسة إذا مش أكثر. ملفاتهم كبيرة انه عم يأسسوا عادي جمعية ان شاء الله، يعني هي اسمها اتحاد بس هي جمعية، هي شو لا ضغط على المسؤولين لتطوير الإداء العام للواقع الاجتماعي هيدا. استاذي بالختام انا بدي اشكرك، لك اهلا وسهلا فيك. انا بدي اشكرك، نحن وانت دائما بنلتقي لحتى نقدر نضوي على بعض الامور يلي كثير مهمه، لانه اليوم اصحاب المشاكل بكونوا حزنانين وزعلانين ومحتارين من خلال مشاكل وحلول، بنوعد الكل لكل مشكله رح نلاقي لها حل، وخاصه بمجالكم. شكرا لك. ميرسي بوكو. اصدقائي نحن رح نتابع معكم مشاكل وحلول، فاصل للاعلان ونعود.
عدنا لمتابعة مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان مع ضيفنا للمرة الثانية بنلتقي معه، ولكن يبدو في تطور من أول لتاني إطلالي. وسام همدر أستاذ في ملاك التعليم الثانوي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ. خبرني قبل مرة كيف استقبلناك وسام همدر، شو قلنا؟ أستاذ متمرن بالتعليم الثانوي. هلا بطل؟ هلا أستاذ بملاك التعليم الثانوي. مبروك. شكرا. ولكن أنتم طالبين بوضع قرار تثبيت الأساتذة المعينين بموجب المرسوم. صح. 89 قلي. هلا أستاذ أول ما بلش، أول شيء نحن بدنا نتشكرك لاستضافتك لنا ولصلة الاستجابة لنا. هلا رح نبلش اول فكره. نحن السبب يلي خلينا نطلع معك على الحلقه هي موضوع معامله ال 51 مليار يلي هي موجوده بوزاره الماليه. 51 مليار؟ نعم، يلي هي موجوده، رح اشرحها كيف، يلي هي موجوده بوزاره الماليه من تاريخ 13/3/2019، يعني لليوم صار لها 5 أشهر و6 أيام. هلا نحن في قرار التثبيت تبعنا طلع تسجل بقلم التعليم الثانوي بالطابق التاسع بوزاره التربيه بتاريخ 11/6/2019. طابق التاسع بالاساس، ولا عندنا؟ لا، وزاره التربيه 13 طابق. صراحه رائع. نقول نحن وين موجودين؟ نعم، يعني نكون دقيقين بمعلوماتنا. نعم. فهي تسجلت بقلم وزاره التربيه بتاريخ 11/6/2019 بس، وممضيه من وزير التربيه، بس هذا القرار منه مرقم. ليش يعني منه مرقم؟ لانه بحاجه نقل اعتماد. يعني رجعنا مثل ما كنا عم نحكي مع الاستاذ. هلا وين بحاجه بس لوضح الفكره. انه قرار التثبيت بهالوضعيه شو بيكون؟ بهالوضعيه نحن بنكون صرنا بدل ما نكون متمرنين صرنا بالملك. بس بنفس الوقت نحن قرار التثبيت له مفاعيل يلي هي الدرجات. تاريخ 1/2/2017 انتم بالملك؟ لا بالملك، نحن اعتبرنا بالملك بموجب المرسوم 89 صدر. صح صح صدر، بس نحن اعتبرنا بالملك من تاريخ 4/9/2018. ليه؟ هلا هي معاملات اداريه، هلا بديش انفوت بتفاصيل شو لا في عندنا يعني معاملات اداريه بتاخذ هالقد استاذ؟ لا لا، هي مش هون الفكره، هي انه ليش اعتبرنا من هون اعتبرنا من هيك، هيدي ما بدي افوت. راحوا عليكم يعني؟ لا مش موضوع راحوا علينا، هي موضوع انه نحن قرار التثبيت هلا بعد ما مفاعيله ما اخذ رقم. صح. لا ما بظبط، ما ترقم. صح، ما ترقم. السبب ما ترقم لانه بحاجه لنقل اعتماد. هلا لحتى يصير في نقل اعتماد في معامله 51 مليار، هيدي وصلت على وزاره الماليه. 51 لكم هن كلهم. صح صح. نعم. بالمبدا وصلت على وزاره الماليه بتاريخ 13/3/2019. هلا بالوضعيه نحن موجودين، بس بعد هلا ما مضاها الوزير. هلا بيوم دير. لو بوضح لك، هلا الفكره انه نحن قرار التثبيت مثل ما هو موجود هلا، نحن صرنا مثبتين، بس مفاعيل القرار التثبيت ما فينا ناخذهم، يلي هن الدرجات مع مفعول الرجع. لا اشرح شو الدرجات شو مفعول الرجع، الدرجات يعني درجات الست يعني. صح، الكل عم بيحكي عنه، حتى سيدنا البطرك بيواصلوا امبارح كمان طلب الدولة انه تدفع. هي درجات الست، وعدا في درجات ثانية كمان مع مفعيل الرجعية. مفعيل الرجعية يعني نحن إذا مثلا نقول نشرح شو مفعيل الرجعية. مفعيل الرجعية يعني إذا أنا بمفروض أخذ الدرجة بشهر واحد، أخذتها بشهر خمسة، فمن شهر واحد لخمسة بيرجعوا بيقبضوني، وهذا بسموه مفعول الرجع. نعم. فكرمال معامله 51 مليار ما مضت هلا، نحن هذا هو السبب تبعنا اللي طالعين نحن على الاعلام. هلا بنيجي للنقطه الثانيه اللي هي انه الهدف من طلعتنا على الاعلام، الهدف من طلعتنا على الاعلام من اثاره هذا الموضوع. صح، الهدف هو شغلتين. الشغله الاولى انه نحن وطرحنا على وزاره الماليه، قالنا انه هي طلعت من بريد الوزير ونحطت بالبريد المستعجل اذا بدك تبع وزير الماليه بتاريخ 6/8/2019، لانه في كثير معاملات بوزاره الماليه موجوده عدا عن معاملتنا. فهون نحن في عندنا هدف انه نحن نوضح لوزاره الماليه انه نحن بحاجه لتوضيح كل ما معه خبر يعني. معلش، لا لك شو نوضح لوزاره الماليه. لا لك شو بدي اوضح. اللي اطلب. لا لك شو الفكره انه بدي ابعت لوزاره الماليه فكره انه نحن معاملتنا مهمه. نعم. يعني مش من المعاملات اللي بتتاجل. طب ليه اخترتوا الاعلان ما بعتوا لهم كتاب لمعلم؟ لانه هلا بيجي الهدف الثاني، هذا السؤال بيجاوب الهدف الثاني. اوكي. هلا الفكره وبنفس الوقت نحن عندنا هدف كمان، هدول بحط بدنا نقولهم كمان لوزير التربيه، لانه باجتماع مع وزير التربيه نهار الجمعه قالنا انه هو رح يتابعنا المعاملات. فهدول النقاط اللي رح بذكرهم هدول بيكون نقاط قوه لوزير التربيه بخلال بمتابعته لملفنا نحن. هلا النقطه الاولى
انه نحن ل 20/7/2019 بيكون صارنا السيزون الاولى 7 سنين على تاريخ اعلان المباريات اللي بمجلس الخدمه المدنيه، وبنفس الوقت بيكون صارنا 4 سنين على اعلان النتائج، يعني نحن طلعت نتائجنا ناجحين من وقت ما طلعت نتائجنا لهلا بعد ما خلص ملفنا صارنا 4 سنين، يعني هذا وقت كثير كافي كثير كبير يعني. وبنفس الوقت صارنا سنتين على تاريخ الالحاق، وبهالوقت السيزون الاولى في عندنا 6 زملاء. قانونيا مين عم بيتابع معكم استاذ؟ معلش مين عم بيتابع معنا بالقانون؟ هذا نحن في عندنا ملفنا مفروض الوزارات تتابعه والموظفين هن يتابعوا المسؤولين. ممكن تكون المتابعه القانونيه هلا نحن برضه شو هلا نحن بال بحقيقه الامور السيزون الاولى نحن مش شغلتنا نتابع، نحن شغلتنا امورنا تكون خالصه ونحن شغلتنا نتابع مع طلابنا نتابع بسنوياتنا، هذا هو شغلتنا نحن. بس للاسف هالفوضى اللي صايره عم بتخلينا ناخذ شغل فوق شغلنا، تبعت كيف؟ هلا اللي بدي اقوله ونحن بخلال السنتين من تاريخ الالحاق يعني كنا كمان هدول عم نعاني فيهم مش انه سنتين، يعني حتى نحن بالقانون السيزون الاولى وقت كون نحن موجودين بوزاره بكليه التربيه ممنوع نشتغل شغل ثاني غير التعليم، ممنوع بالقانون، ممنوع بالقانون بالضبط. وخلال هالشكل عم بيصير شو اللي كان عم بيصير خلال فتره، كان في قطع لمعاشاتنا خلال الفترة هذه، ويوم طلعت معك انا بالحلقة وقت كنت متمرن بموضوع تأخير المعاشات، يعني كمان في معاناة زيادة، يعني هذا كمان من الشغلات يلي المفروض نوصلها لوزارة المالية. طيب حكينا نحن بالإذن تنوصل لوزارة المالية، حكينا قبل مرة عن شو تأخير المعاشات بالضبط. اليوم 51 مليار غير مؤخرين، أكيد كثير مؤخرة، ما صار لها 5 أشهر و6 أيام، يعني وقت أنا ما في أي مراجعة على الوزارة المالية أبدا؟ في مراجعات، نحن كلية عم نراجع وزارة المالية. هلا نحن بآخر مراجعة بوزارة المالية وقت حكيت مع مستشار الوزير وعم بخبره انه من امتين صار لمعاملتنا عنده من 13/3، فقال لي انه انا رح اكتب اسمي عليها للمعامله تبعكم ورح شيلها من بريد الوزير وحطها بالبريد المستعجل تبع الوزير. ما صار لا هو صار هيك هلا. هلا من هالمنطلق نحن عم نركز عم نضوي على فكره الوقت لحتى ناكد انه نحن معاملتنا هي من الاولويات مش انه معامله سنويه. النقطة الثانية اللي كمان ما نوصلها للتنين سوا لوزير المالية ولوزير التربية هي انه نحن بالعام الدراسي 2018-2019 نحن تأخر الحاق تبعنا 21 اسبوع، وهيدا بالقانون نحن ما كان فينا نفوت نعلم بالسنويات، فنحن وقت علمنا بالسنويات 20 ساعة كل استاذ موجود وفر على الدولة بحدود 24 مليار، يعني هدول 20 ساعة لو ما احنا غطيناهم كان المفروض يغطون الأساتذة المتعاقدين، بس أنت بتحسبهم عدد الأساتذة، يعني نحن 2000 أستاذ مع عدد الأسابيع مع أجر الساعة بالتعليم السنوي بيطلعوا 24 مليار. وبنفس الوقت هلا هون بدنا نضوي كمان على زملائنا، يعني نحن 2127 أستاذ، في زملائنا 127 استاذ هن كان عندهم سنه ثانيه بكليه التربيه خلصوا قريبا، هلا نفس الشيء عندهم نفس الشيء هو قرار الحاق تبعهم، هلا المعامله طبعا عم نوصلها عبر الاعلام لحتى يتابعوها لحتى ما يوقعوا زملائنا نفس الوقعه اللي احنا وقعناها. هي معاملتهم وصلت على مجلس الخدمه المدنيه بتاريخ 8/8/2019 واخذت رقم 2007، يعني للمعنيين عم نعطيهم المعامله كمان اللي هو قبل بدايه العام الدراسي. برافو. يعني العام الدراسي بعده 15 يوم ليبلش، لانه ببلش ب 3/9 وبدايه التعليم بتبلش 18/9، يعني معهم كمان 30 يوم، يعني هذا عم نعطيهم من قبل بوقت لحتى ببلش بالعام الدراسي، نحن محرصين منا على العام الدراسي. يعني هذا هو الهدف الثاني اللي جاي كاله. هلا هلا الشغل الثاني نحن موضوع ال6 درجات تبعنا، نحن موضوع ال6 درجات تبعنا كان المفروض يستحقوا، قلت لي في 6 وغيرهم بالضبط 6 وغيرهم. هلا نحن عم بحكي لي 6 بالضبط، هلا موضوع ال6 درجات السيزون الاولى هن المفروض نحن لو نحن ماشيين واستحقوا لنا مثل ما استحقوا لزملائنا بالملاك بتاريخ قرار السلستيك كان المفروض نحن ناخذهم من تاريخ 21/8/2017، بس نحن تاخرت وعملنا اعتصامات وعملنا اضرابات وكل مره يقولوا لنا مبروك وما ناخذ شيء وناخذ وعود كمان وما ناخذ شيء، لحتى بالاخير اخذناهم بموجب قانون رقم 5 صدر بتاريخ 16/4/2019. هلا بموجب هذا القانون نحن صار بيستحقوا لنا ال6 درجات، بس مش من تاريخ 21/8/2017، من تاريخ 20/2/2019، يعني في فرق 19 شهر، فهدول 19 شهر هدول راحوا من دربنا، راحوا للدولة، فإذا بتحسبهم أنت بيطلعوا 14 مليار و900 مليون، يعني تقريبا 15 مليار، فهدول كمان نحن ضحينا فيهم للدولة، قدمنا فيهم للدولة. النقطة الرابعة هي انه من فتره كان وزير التربيه عم يحكي على التي في وعم يقول
انه هو بحاجه لاساتذه انتقلوا من الملاك التعليم راحوا للادارات الثانيه، هو بحاجه لهم لانه بده عدد. وهلا نحن اذا وصلنا ل 3 9 او 18 9 وما ضلنا وزير التربيه، يعني نحن فتنا باشكاليه، لانه نحن بصراحه كاساتذه رايحين على اضرابات، يعني حرصا منا نحن بعد ما بلشت السنه الدخيله بالضبط هيك، بعد نحن عم نطلع حرصا منا على العام الدراسي عم نطلع على، يعني هذا الهدف الثاني، انتبهت كيف علي؟ فيعني تصور انت نحن نص التعليم السنوي اذا فتنا بضربات شو بصير بالعام الدراسي؟ فعشان هيك من هلا نحن يعني هيدي نقطه كمان من ضمن النقاط يعني عم نضوي عليها لنقول لوزير الماليه انه ملفنا هو ضروري، ونعطي نقطه قويه كمان لوزير التربيه. وبعدين الفكره الخامسه استاذ الاولى هي انه قيمه المعاش، يعني نحن موظفين فئه ثالثه عم ناخذ معاش موظفين فئه خامسه، وهذا شيء صراحه يعني مش بس مخالف، يعني ما بيجوز كمان، يعني كمان انت استاذ الاولى اذا موظف انت عم تعطيه معاش ما بكفي الا بس حاجاته الشخصيه، يعني ساعتها انت عم تستعذر الموظف هي بصراحه. فعشان هيك هذه كمان من ضمن النقاط يلي يعني لازم كمان الواحد يضوي عليها. نعم. الشغله السادسه والشغله المهمه كمان هي موضوع انه في عندنا غير انه نحن فتنا بانتخابات بمجلس خدمه بامتحانات بمجلس خدمه مدنيه بشكل قانوني، وبعد لهلا هالسنوات كلها وملفنا ما انتهى، بالوقت يلي في عندنا موظفين فاتوا بوقت الانتخابات هدول دغري انتهى موضوعهم ودغري خلصت مشاكلهم، يعني سوونا فيهم على القليل اذا بدك، يعني هذه من ضمن الملاحظات. هلا في نقطه سابعه طلعت معي من خلال زميلتك، يعني من خلال عفوا الضيفه اللي كانت موجوده هون قبل، هي كلمه رئيس الجمهوريه انا بدي ارجع اعقب عليها انه الاستثمار بالتربيه. نعم. يعني هذه من ضمن النقاط القويه من اهم الاستثمارات بالضبط، يعني نحن بدنا نوصلها للوزراء لنقول لهم انه نحن ملفنا ملف مهم مش ملف سنوي فينا ناجله. نعم. وهذا اول هدف هي اللي هي نوصل لوزير الماليه وزير التربيه هالنقاط هذول، والهدف الثاني هي حرص على العام الدراسي، يعني نحن من هلا عم نقول لهم نحن موقفنا شو؟ نحن موقفنا اذا بحال المعامله 53 مليار ما مضت من وزير الماليه نحن رايحين على اضرابات، ومعهم وقت الوقت معهم 15 يوم من هلا من تاريخ 15 يوم بدايه العام الدراسي، ومعهم 30 يوم لبدايه التعليم. نعم. فمن هالمنطقه بيجي جاوب على سؤالك استاذ الاولى شو صار طلعنا على الاعلام لسرعه توصيل الكلمه، يعني نحن اذا بدنا ناخذ بعدين في شغله استاذ الاولى نحن بمتابعاتنا في فكره قالت لنا ضروري نحن نضوي عليها. نعم. انه اول شيء يعني بتعرفوا وضع البلد المادي عم بيكون شوي مش كما يجب، فهالنقاط هيدي بتدل انه نحن كموظفين نحن قدمنا اللي علينا، قدمنا التضحيات اللي علينا، حتى بالعكس حتى كمان قدمنا وقت، قدمنا من عمرنا، وحتى مقدمين مال كمان للدوله. والنقطه الثانيه كمان هاي كمان ضروري نضوي عليها، لانه اللي هي الوقت اللي بنقلنا انه منيح انتم عم تاخذوا معاشات شهريه في غيركم عم بيقبضوا بالسنه مره. فهذه ضروري ندور عليها، لانه نحن وقت بدنا نروح نقابل مسؤول بالدوله مش منطق يعني يتم التعاطي معنا بهالعقليه، لانه انا اذا هالعقليه بدي امشي فيها مين اخر من قال لكم اياها؟ برضه شوي، يعني الفكره اللي بدي اقولها انا انه ليش تهربت من الجواب؟ هلا هي باخر لقاء صار مع وزير التربيه، انا ما بتعرف بالعكس انا بعطيك اياها، ايه هلا هو باخر لقاء مع وزير التربيه وجهه نظر وزير التربيه هلا لا هلا وزير التربيه الحالي؟ وزير التربيه الحالي، بس ضروري نحن نقول انه وزير التربيه الحالي من وقت ما اجى على وزاره التربيه كان جدا جيد معنا بالتعاطي، لا هيدي حقيقه مش مجامل. مين عم بشكك؟ لا برضه بوجه له تحيه كبيره. لا لا هي الفكره انه عم نسني عم نعطيه حقه، تبعت كيف؟ انه هو كان جدا كان يلبينا مطالبنا، كان سريع معنا بموضوع المطالب. بس الفكره بدي اقولها وقت نحن بتتوجهنا فيه انه انتم عم تقبضوا معاش شهري غيركم عم يقعد سنه ليقبض. طيب هلا اذا انا بدي امشي فيها هيدي بكره مثلا اذا اجى المتعاقد بده يحكي مع الجهه المعنيه وعم بيقول له انه انا في عندي وضع انه بقبض بالسنه مره وبنفس الوقت ما عندي طبيق ما عندي ضمان اجتماعي وما عندي بدل نقل وما عندي شعاش بالسفير، بيجي بقول له انا انه منيح انت عم تقبض غيرك قاعد عاطل عن العمل، اذا بده يشوف بنفس النظريه، واذا بده يجي يقول لواحد عاطل عن العمل عم بيجي يقدم شكوى بقول له منيح انت عاطل عن العمل في غيرك انتحر مات. يعني فعشان هيك هيدي العقليه يعني مش عقليه منطقيه لندير فيها نحن الامور، يعني خاصه بموقع انه مسؤول بالدوله، تبعت يعني نحن ندير الامور بطريقه اذا واحد عنده مشكله بتشبه بواحد افضل منه. شو بدنا نقول له للمسؤول بالختام؟ شو بدنا نقول له؟ يكون حدكم؟ اكيد هلا بدنا نقول له نحن الاول شيء وزير التربيه نحن اعطيناك نقاط قوه لحتى ندعمك بموضوع انك تطلب لنا بمطلب. نعم.
وبدنا نقول لوزير المالية انه نحن اعطيناك نقاط علمية ومنطقية لحتى نقنعك انه نحن ملفنا ملف ملف يعني مش انه بتأجل، لا ملف يعني هو ما معه خبر انتم بدكم تقنعوه، ما معه خبر بس يمكن بده امكانيات هلا بموضوع الامكانيات استاذ الاولى معلش يعني خلينا نحكيها بصراحه. هلا يعني اذا بنشوف نحن الدوله كيف عم تتعاطى بموضوع الامكانيات، يعني نحن في حكومه بوضع امكانيات الصعب ضل 9 اشهر تشكلت، في عندنا مبنى الام تي سي 25 مليار دفعوه على عين بعضهم، في عندنا حكومه وقفت عن العمل يعني مده شهر وشوي وبعدين فجاه صارت تشتغل، يعني كمان في عندنا شاحنه من فتره طلعت على الام تي في من البور ما احنا شايفها 23 متر طلعت سرقوها وكانت بعيده عن هذا صاحبها كان عم بيحكي على تلفزيون الام تي في صاحبها. هلا انت بالخدمه بدك تحمل المسؤول كل هالقضايا هون؟ انا ما بدي احمل مسؤول كل هالقضايا، بس انا عم بقول انه كمان اليوم اذا انا اليوم كموظف بده يجي يقول لي على موضوع المالي نعم. بدي اقول له كمان انه هذا المسؤول، ما انت كمان عليك مسؤوليات بالموضوع المالي انه يكون في جديه اكثر بالتعاطي. تبعت كيف؟ بدي اقول لك شكرا. شكرا لك استاذ نقول اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. وانا بدي اشكرك مره ثانيه سمعت الاستجابه لنا، هيدا واجب. الله يخليك. شكرا لك اصدقائي. نحن بالختام رح نكون سوا مع ريبورتاج معا لمواجهه المخدرات، مع توجيه شكر كبير لجمعيه برج الملوك ولايونز بيروت، لانه كثير مهم نكون كلنا سوا مشتركين بنشر هذه التوعيه معا لمواجهة المخدرات لحتى نقدر نكون كلنا ضد يلي عم بروج بأي طريقة يلي كانت. مش مهم نحكي، مفترض نواكب ميدانيا، وهذا يلي بيتعهد في برنامجنا. نلتقي معكم الله راد بكرة بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. إلى اللقاء. يعني جهاز أمن الدولة مش بس لحنا عم نكافح بالسيطرة على عم بروجوا المخدرات والمتعاطين، لما نحن عندنا شيء كمان بالإجراءات الوقائية أنه بالمحاضرات بالتوعية الشباب، لأنه اليوم الظاهرة ما بعد بتصل على الشباب الكبار، يعني صعب تناول المستوى الشباب الفئة العمرية اللي هي بتهدد المجتمع اللي عمرها 13-14 سنة اللي عم بتناولوا المنشطات سواء عبر مشروبات الطاقة سواء عبر الحبوب اللي بيخدوها أثناء الرياضة، أنه هيدي عم تكبر جسمه وعم تقوي العضلات، ولكن هيدي عم تدمر الجسم بمطرح ما عم تروح لمطرح توديه ياخذ المخدرات، عم يصير في ادمان عندهم على الموضوع. نحن عم نكافح على شيء كجهاز عبر المحاضرات، عبر النشاطات التثقيفيه التوعويه والمحاضرات اللي عم نعملها بالمؤتمرات اللي عم يشارك فيه مثل مؤتمر اليوم. يعني اليوم المحاضره عم تكون على منشطات شو ضررها على جسم البني ادم، خاصه الفئه الشبابيه الفئه الصغيره، يعني اكثر من انه توعوي وتثقيفي لهالجيل ما في نعم. يعني ما في نهاية القوانين مانعة انه هالتدخين بالمحلات العامة تحت 18 سنة، بتقلي انه في ولد عباب الشارع عنده او بالبيت ما فينا نضبطه، بس فينا نوعي اهله، فينا نقول لاهله قديش هالضرر ممكن يأذي له ويأذي بالتدخين السلبي، يأذي حدا من اخواته او يأذي اهلاته اذا في حال اهلاته ما بدخنوا، بالعكس صحيح اذا الاهل بدخنوا والولاد ما بدخنوا هذا بيعمل تدخين سلبي اثار سلبية للولاد. بلش الخبرية من عادة بتصير عادة سيئة، بيصير في إدمان وبتتطور الخبرية من سيجارة لاستعمال مخدر لأصحاب السوق اللي هن بالمنطقة أو بالمدرسة وإلى آخره. حلقة كبيرة، المجتمع اللبناني اليوم رايح لغير منحة، يعني اللي لازم يتعالج اللي هو أهم شيء الفئة العمرية الشبابية عم تروح لغير منحة، المشاكل الدولة الاقتصادية اللي عم تكون الأمنية السياسية عم تبعد عن هالشق اللي هو الشباب اللي هن أصل المجتمع، هذه مشكلة كبيرة. يعني نعم اليوم وصلنا لمرحلة بصراحة الشباب اللي هن الثروة البشرية لكل مجتمع يعني عم نفقد هي الثروة، لذلك اليوم نحن مؤتمرنا اساسا هو معا لمواجهة المخدرات، كل افراد المجتمع الحكومي المجتمع المدني كل المؤسسات الصحية المؤسسات التربوية كنا لازم نظافر، عم نخسر شبابنا، يعني يمكن عفت يكفي الهجرة ويكفي غير الامور، كذلك امر عم نخسر شبابنا بهي الآفة، لذلك اليوم راح تكون ان شاء الله في تشريح كامل لهي الآفة، شو هي التشريعات القانونية، شو هي الإجراءات اللي لازم تأخذها عفت الحكومة بشكل فعلي على الأرض أكثر، وشو هي الخدمات اللي هي بالفعل من المجتمعات المدنية، في عندنا كثير مراكز ناشطة لابد نضوي عليها، والأهم من ذلك نضوي على التوعية عن المخدرات. اليوم كثير يمكن عندنا ملفات كثيرة، الشباب لما نسأل أي حدا كيف أنت فتت أو كذا بيقول أنه
شلة أو تفكك اجتماعي ما كان عنده يمكن يعني عرفت المحيط اللي يعني عرفت بيحتويه، ما نشوف الشباب عم يروحوا لهذا الأمر. يعني هي فكرة المؤتمر معا، حاولنا أن تكون معا بالفعل الكل معا، المجتمع المدني يتضافر ويكون مؤازر للمجتمع الحكومي، والمجتمع الحكومي يكون مؤازر كذلك لأمر للمجتمع المدني. عندنا فئات كثير ناشطة، عندنا فئات كثير عرفت بتشتغل على الأرض، ولكن بحاجة لدعم أكثر وأكثر وأكثر. اليوم صرنا عم نشوف هاي الآفة بكل مكان، بالمدارس بزواريب بكذا، لذلك لابد أنه يكون بالفعل معا بخطة فعلية وخطة عملية. الظاهرة كتير قوية أقوى منا، سلبية أكتر، في فساد بالبلد وفي كتير إشياء، بس ما فينا نوقف. يعني نحنا موجودين بهيدا بهالمكان وعندنا مسؤولية، ما فينا نوقف. نحنا عم نشتغل كلنا، مش بس كوزارة شؤون، حتى كوزارات الباقية، حتى كجمعيات عم تشتغل. يعني نحنا بنشتغل 24 ساعة. يعني إذا بقول لك عندنا مدمنين كل يوم 5-6 حالات، ما فينا نتركهم، عم نجرب نحولهم. لا، في مراكز تأهيل بس متعاقدين مع الدولة. انت عارف نحن قاعدين عم نشتغل بلا موازنة، كله بده نحن. لا، صار في صرخة، صار في، بحب وضح لك، صار في وعي. يعني في كتير شباب كانوا يتعاطوا مخدرات وكانوا يموتوا من أوفردوز أو ينحبسوا، حاليا لا، يعني صار بالسجون بلجنة المخدرات صار تتحول دغري، صار في عنا وعي بكتير مواضيع. ما فينا بعصا سحرية نحول مجتمع خالي من المخدرات، لا، نحن منواجهه عقدر ما فينا بوعي. وهذا كتير واضح بالوعي. يعني من 5 سنين لهلا صار اللي بيتعاطى مخدرات بيقعد معك وبيصارحك، مش بقى صار شيء بخوف. نحن كوزارة شؤون اجتماعية عندنا مراكز تأهيل، بس يفوت على حساب وزارة الشؤون، نحن ما بناخد بقى مصاري، مش بس لبناني، كل الجنسيات. بس هي المرحلة الأولى هي الديتوكس، يعني الفطام، في بده يفوت يا حساب الضمان يا حساب وزارة الصحة، في فرق بده يدفعه، هو الفرق 600,000. بيوقف هون المدمن، بس عم نجرب قد ما فينا يا نخفف له يومهم نحكي معهم، أو عم نجرب. بلشنا نشتغل السنة على مراكز تأهيل خارجي، يعني الدعم النفسي، تنقدر نوفر له المبلغ. يعني ما عم نتركه حتى لو ما لقينا له المبلغ، عم نجرب نشتغل فيه خارجيا، يعني ما بيكلف، تنلاقي له البادجت، الفرق الدول، الفرق الاستشفاء، تيفوت على الليك. لا، كتير كتير منيح. أنا يعني بقيم الشغل، ما بدي أقول 100 ولا بدي أقول 50، نحن عنا تقدم كتير واضح بهيدا الموضوع. ما عندي إحصاء ثابت، لأنه أنت بتعرف نحن بنشتغل على إحصائيات اللي بيتوقف أو اللي بيتبلغ عنا، لأنه هيدا يعني هيدا الإحصاء أضربه باثنين بثلاثة، في كتير بعد أشخاص الأهل بفوتوا على العلاج بطريقة مش عبر لجنة الإدمان أو غيرها، ما عنا إحصاء. بس نحن بنعرف إنها عم بتزيد، لأنه في الأسباب ما عالجناها بعدنا. يعني نحن عنا بعدنا عنا الأزمة الاقتصادية وقوية السنة أكتر، عنا البطالة قويت، عنا كتير مشاكل زادت عنا. نحن ما عم نشتغل على، يعني نحن عم نشتغل، المشاكل واليأس والإحباط للشباب عم بيزيد. فقد ما فينا نحن عم نقول لهم واجهه إلا تتفرج. اقتراح القانون مثل ما تم التقدم فيه ومثل ما عم بينحكى فيه، إنه هالزراعة بدل ما تكون عم تستعمل للمخدر تتحول لزراعة لغايات طبية، رح تكون واحدة من الوسائل الأساسية يلي بتساعد بمكافحة الإدمان، ويلي بتساعد بأنه تلاقي وظائف وتأمن نوع من مجال اقتصادي أو مجال إنتاج للناس. هيدا بحد ذاته بخفف من الاتجاه بصوب الإدمان ومن مشاكله. أما من ناحية الدولة، لما بيصور في جزء كبير من هيدا القطاع عم بيروح باتجاه الانتاج الطبي، الجزء الباقي بصير أسهل إمكانية السيطرة عليه. مشان هيك اليوم تقدمنا بقانون بالمجلس النيابي، وفي لجنة عم تجلس هيدا القانون، وإن شاء الله قريبا بينطرح على الهيئة العامة قانون تشريع زراعة القنب أو الحشيش لغايات طبية أو للانتاج الطبي. إذا عنا نية إنه نعمل دولة، قادرين نعمل كل شيء. صار لوزارة العمل عشرات السنين، اليوم جا وزير قرر يطبق قانون، القانون عم بيتطبق. أو بدنا ناخد قرار يكون عنا دولة وبالتالي قادرين نعمل كل اللي لازم نعمله، أو بدنا نكون عطول عم بنقول ما فينا نعمل شيء ونقعد نرفع العشرة وما نتحرك.
أكيد قادرين، أكيد الدولة عندها دور تقوم فيه بهيدا المجال، وهيدا بيتطلب قرار وبيتطلب ناس مسؤولة بموقع المسؤولية. واحدة من الأمور يلي عم تندرس بالقانون يلي عم نعرضه أنه جزء من الربح يروح لمراكز التأهيل لمساعدة المدمنين، وفي كتير يعني مراكز تأهيل هي نوع من جمعيات غير باغية للربح، عم بتنال دعم الدولة من خلال مؤسسات أو وزارة الشؤون الاجتماعية. نحن بشاي سكوبا لبنانيز أكاديمي أطلقنا مشروع الرياضة البديلة، الرياضة ضد المخدرات أكيد، وعملنا لها سكيلز وطرق مدروسة، والحمد لله المشروع له سنتين ماشيين فيه شوي، واشتغلنا مع عدة منظمات وجهات لا سيما وزارة الشؤون البرنامج الوطني، وعملنا تأهيل العديد من الأشخاص وتحويلهم تحويل مسارهم إلى حياة نظيفة سليمة برياضة. هلأ موضوع زراعة الحشيش ومع ولا ضد، مثل ما سابقا سئلت نفس عن نفس المنبر كمان، انا مع قوننتها، يعني اذا زرعوا حشيشه تكون طبيه ميديكال، وهن اكيد اثبتوا انه لا غنى عنها لانه بيعزوها بعده مستحضرات طبيه للعمليات بعده اشياء، فاذا كانت زراعتها مضبوطه بين هلالين 100% نحن مع المنظمات الاهليه الجمعيات الوزارات عم تشتغل، ولكن آفه هي آفه عالميه مش آفه محليه، يعني مش لبنان بس فقط يعني اللي عم بيعاني من هالمشكله، عم نشتغل قد ما فينا، عشرات الاشخاص ساعدناهم ومئات اشتغلت عليها الجمعيات، الاف اشتغلت عليهم الوزاره، ولكن طول ما في الحياه تستمر واجيال عم تكبر اكيد التجار والمزارعين مش حي، يعني نحن ابرز اعدائهم مثل ما بيقولوا، نحن الاعداء البارزين خاصه اللي بيعملوا الاقناع انه يبعد عن هيدا المسار، ونحن ماشيين على نهجنا نحن وياهم، هيدا حرب مستدامه مثل ما بيقولوا، كيف بنقول التنميه المستدامه، هيدي حرب مستدامه ما بين مجتمع رافض للمخدرات ومجتمع يروج ويبيع مخدرات. نحن علينا هالشباب الصغار، وعندنا تقارير صارت انه الاعمار صغيره كمان، الحبوب ما الحبوب هالاشياء كمان شيء مرعب، نحن عندنا اولاد بنخاف عليهم وعندنا نادي رياضي، فنحن قد ما فينا عم نشتغل لنسحب الناس للرياضه البديله للحياه النظيفه، وعندنا اسماء كثير تعافت والحمد لله وبرزوا وصاروا غطاسين وصاروا بيوجهوا الناس، واليوم ان شاء الله بالايفنت في ناس حيحكوا يعني اللي هن اصلا تعافوا وانخرطوا بالمجتمع واثبتوا كفاءات اكثر من نحن يمكن اللي كنا سليمين، فبنتمنى التوفيق للكل ان شاء الله.